فير بسم الله. بهذه الجملة يبدأ صيادون الأتراك موسم الصيد الجديد عقب رفع الحظر الموسمي. يبدأ موسم الصيد في تركيا في الأول من سبتمبر من كل عام بعد انتهاء حظر يمتد 4 أشهر ونصف. يواصل هؤلاء الصيادون عملهم في الأسبوع الثاني من الموسم الجديد، فقد ألقوا شباكهم على أمل جلب أنواع مختلفة من السمك. بفضل الله بدأنا في اصطياد السمك ونحن نقضي أيام ممتعة وننتظر تحقيق أرقام أكثر في صيد الأسماك من السنوات الأخيرة. يعد صيد الأسماك مصدر دخل مهما لآلاف الأشخاص وخاصة في منطقة البحر الأسود، فتركيا التي تحيط بها البحار من 3 جهات توفر لأكثر من 250 ألف صياد فرصة العمل في البحر الأسود وبحري إيجا والمتوسط. يبلغ عدد أنواع الأسماك الرائجة اقتصاديا في تركيا قرابة 100 نوع مختلفة. يبدأ موسم الصيد كل عام باصطياد نحو 15 نوعا منها، فيما يتوالى صيد بقية الأنواع على مدار الموسم. قطاع الصيد يشمل قرابة 19 ألف قارب، وتبلغ كمية الأسماك التي تصطاد قرابة 300 ألف طن، تسهم في الاقتصاد التركي بـ1.5 مليار دولار عبر التصدير. إمره بابات، تيرتا عربي.